شيك الإنقاذ نزل والجمهور الحين قاعد يصوت ومنافسة قوية على شيك الإنقاذ. جعل فالكم التوفيق إن شاء الله. آمين. أربعة أربعة عند من؟ أربعة من ناحية. لا فارس. فارس. عند فارس. إيه فارس. جاهز يا فارس؟ إذا الذاكرة ما خانتني قلت إذا جيت معك الأسبوع الجاي سؤالي بدون خيارات ولا أنت ما تنسى بعيد إن شاء الله طبعا ما أنسى شوف أنا شوف اللي أحبه سبحان الله ما أنسى التفاصيل معه الله يطول عمرك ما تحب إلا اللي يحبك الله يطول عمرك حصل الكلام هذا ولا ما حصل الظاهر إنه حصل أنت لو تسألني قبل شوي سلمت عليه لكن أذكر فيه فيه يعني في الموضوع هذا يعني. حتى كان السؤال نسبة إيه نسبة الماء ونسبة اليابسة جميل جدا أبد سألني بدون خيارات يلا عاد مو بتجيب شيء يعني علمي صعب وكذا تحضر اخترت رقم أربعة صح؟ اخترنا رقم أربعة yeah. عندي مرقم على الأسئلة السؤال يقول يا فارس النقاط عالية جدا أتمنى أنك ما تضيع النقاط بإذن الله ما حد يضيع عندك شيء الله يطول عمرك نشهد لا على كذا إذا كثر علي كذا بعطيه يستاهل السؤال يقول كم يوجد قلب للأخطبوط محمد الطوالة شفني هنا كم يوجد قلب للأخطبوط تبي خيارات دقيقة عشان ما تضيع النقاط يا رجل حيث يا رجال تحصل إيه تحصل لكن دقيقة إذا قلب واحد لا ثلاثة أو أربعة دقيقة أنا أعطيك خيارات ولا ما أعطيك أعطيك خيارات ولا لا يلا عطني ثلاثة قلوب قلب واحد ثلاثة إجابة متأكد منها متأكد هو بغى يجاوبها قبل الخيارات نعم متأكد من ثلاثة إن شاء الله أقول مبروك الفارس 500 نقطة تضاف إلى رصيده يستاهل الله يطول عمرك إن شاء الله عليك يا فارس 500 نقطة تضاف إلى رصيد فارس في رصيد في البرنامج عشب بورك عيش وشبيب فارس فارس حلو حلو واحد عند من؟ وازع عندي أنا السؤال يقول ماذا يقصد بالذهب الأسود؟ النفط مجرم الحجر الكريم البترول جاوب خلاص متأكد من إجابتك؟ البترول متأكد من إجابتك؟ متأكد إجابة صحيحة 200 نقطة تضاف إلى رصيد وازع في رصيده في البرنامج يستاهل شباب ذكروني بالتصويت يا شباب كم باقي معنا رقم؟ باقي معنا رقمين ثلاثة ستة رقم ثلاثة ستة ورقم ستة جميل جدا سلام عليك ياسر ثلاثة جاهز يا مناحي تفضل يا ابو تبي السؤال بدون خيارات ولا بخيارات؟ عطنا السؤال لا وبعدها تحدد وبعدها تحدد السؤال يقول ما هو العضو الذي يستهلك 40% من الدم؟ العضو اللي يستهلك 40% من الدم؟ المعدة المخ المخ متأكد من إجابتك؟ متأكد ما هو العضو الذي يستهلك 40% من الدم؟ مناحي الأسلم يقول المخ 500 نقطة تضاف إلى رصيد يستاهل أشكرك أحمد أشغالي 500 أشغالي. نقطة تضاف إلى رصيد مناحي الأسلمي في رصيده من البرنامج الأمور الحين تمام الجميع جاوب الجميع جاوب باقي الطوالة حتى حلقة الماضية الجميع جاوب جميل جدا أنا أتمنى أن كلكم تجاوبون كلكم طبعا أنت ما تقصر أبشروا خلاص تمام تمام يا مشعل الطوالة جاهز لسؤالك قبل ما نبدأ السؤال الطوالة الضيافة اليوم